الشاشه <applause> المغربيه <applause> شوف انا نقول لك واحد القضيه انا راه تلصقوا دغيا دغيا الواحد انا كتعجبني واحد القضيه انه الممثل ما يبقاش في دور واحد يعني ما تلصقش عليه ديك لي ديال انه شرير ولا ظريف ولا انا جيم بيان فيغ دي, دي اللي يكونوا مختلفين مره نكون زعما كل مره كل مره نبان بشكل جديد ما عندك صح بزاف الناس قالوا لي راه جا الدور ديال الشرير